معلومة مهمة جدا الكثير منكم ما يعرفها، واني همينة ما كنت اعرفها لو ما اني اشمل بالريال استيت. اليوم اذا كنت تدفع ايجار بيتك 2000 دولار، ال 2000 دولار كلها راح تروح للمالك، لكن اذا تدفع المورجج خلونا نشوف ايش قد راح يبقى لك من ال 2000. تدفع ايجار 2000 دولار راحت كلها الى المالك، لكن اذا تدفع المورجج نص ال 2000 دولار راح تروح الى حسابك، وراح اقول لكم شلون. المورجج بقسمين، قسم احنا نسميه البرنسبل والانترست. الانترست هو هذا الانترست مال البنك اللي يروح الى البنك كل شهر. اذا انت تدفع 2000 دولار تقريبا 60% او 50% من ال 2000 دولار راح تروح انترست للبنك، لكن نص الفلوس راح تروح الى المورجج مالتك القرض، وتنقص من عنده كل شهر. فاذا انت بهالحاله اذا تشتري بيت راح تدفع نص الايجار اللي كنت تدفعه للمالك، وانت كنت تدفع المورجج لشخص ثاني، فليش ما تدفع المورجج مالتك؟ خلوني احكي لكم هاي القصه اللي صارت وياي. انا كنت صار لي سنه ونص بكندا، وفكرت انه اني وقررت اني وزوجتي انه نشتري بيت احلامنا. لما بدينا ندور بيت الاحلام بدينا نبحث عن البيت، المواصفات، الغرف، الصاله، كل الاشياء اللي احنا محتاجيها. وكان عندي في وقتها ولد واحد، هسه الحمد لله عندي 4. فلما بدينا ندور، لما حسبنا المورجج شفنا المورجج كان في وقتها 1750 دولار. فجأة بطلنا انه احنا نشتري. خبرت، قلت كان في وقتها الريال استيت اللي كنت اشتغل معاه، قلت له اني بطلت انه اني ما راح اشتري، راح اجر. فسويت موعد على شقة اروح اجرها، فرحت على الشقة وكنت شايل الكار سيت مال ابني وياي. صعدنا للشقة شفناها، بيش الشقة قالوا 1750، نفس مبلغ المورجج اللي كنت راح ادفعه لبيتي، لكن بيتي هذا بيتي الجديد، بيت الاحلام، المكان اللي راح اعيش فيه، ما حد يطلعني، ما حد راح يقول لي شو مسوي وليش، كل هاي الاشياء. شفنا، انا اتذكر دخلنا انا وزوجتي شفنا الشقة، دخلنا الى الشقة طلعنا من عندها، نزلنا قبل ما نوصل للسيارة قلت لها خابري الريال استيت قولي له احنا راح نرجع نشتري بيت مرة ثانية. شراء مسكنكم الاول في كندا الى جميع الوافدين الجدد وكل من يرغب في شراء بيت في كندا. حلقتنا السادسة اليوم كلش مهمة، راح نتحدث عن وسطاء الرهن العقاري. تابعونا، الرجاء المشاركة والضغط على اعجاب اذا عجبكم الفيديو. وسطاء الرهن العقاري، لدينا وسطاء متوفرون في خدمتكم على مدار الاسبوع. وسطاء الرهن العقاري لا يقرضونكم المال، بل ينصحوكم بخصوص الرهن ويساعدونكم على اختيار دائن، ويعملون نيابة عنكم لتأمين أفضل شروط اتفاق رهن. نحن نعمل مع مجموعة من وسطاء الرهون العقارية من النخبة الجيدة والقادرين على إعطائكم النصيحة المناسبة لبداية مشوار شراء بيت أحلامكم، ويعملون مع كبار البنوك الكندية وبأقل نسب للرهن العقاري. نجي الآن نتكلم عن الدفعة الأولى وتأمين القرض العقاري. إن مبلغ رهنكم سيتحدد من سعر المنزل ناقص الدفعة النقدية الأولى الداون بيمنت. فإذا كانت هذه الدفعة أقل من 20% من قيمة منزلكم الجديد، فعلى الأرجح سيطلب منكم الدائن تأمين قرض عقاري. كما أن تأمين القرض العقاري إضافة إلى دفعة أولى منخفضة يتيح لكم نسبة فائدة من الصعب الحصول عليها بدون هذا التأمين،
وأن كلفة التأمين التي تدعى قسط التأمين عادة تتعوض من التوفير الناتج عن نسبة الفائدة المنخفضة. هناك مجموعة أشياء لازم تسويها أول ما توصل كندا، وهي أنه تحافظ على الكريدت سكور مالتك. شلون؟ أول شيء تدفع بلاتك في الوقت المناسب، دائماً كل 3 أشهر 6 أشهر تروح للبنك تسأل على موضوعين، فيزا أو ماستر كارد. إذا ما عندك فيزا أو ماستر كارد هذا شيء مهم جداً، اسأل البنك أنه ينطوك فيزا أو ماستر كارد بأي قيمة كانت. دائماً البنوك يبدون ب$500 $1,000 حسب ما عندك أنت سيفينج بالبنك. بعد فترة 3 أشهر 6 أشهر حاول تسوي أبلاي على اللاين أوف كريدت. هاي الأشياء كلها راح تقوي موقفك في عملية شراء البيت، راح تقوي الكريدت مالتك، راح يكون عندك تاريخ بالبنك اللي نسميه احنا هيستوري. نرجع على موضوعنا اللي هو وسطاء الرهن العقاري. مؤسسة الإسكان والتمويل الكندية هي المؤمن الأساسي للقروض العقارية في كندا وساعدت الوافدين وذوي الإقامة الدائمة ليصبحوا مالكي منازل بدفعة لا تتجاوز 5% وبغض النظر عن مدة وجودهم في كندا. كذلك يستطيع المقيمون غير الدائمين أن يشتروا منزلاً بدفعة أولى لا تتجاوز 5% من قيمة المنزل. نقطة مهمة أن ننوه إلها هنا، يختلف تأمين القرض العقاري عن التأمين على الحياة. التأمين على القرض العقاري هو التأمين على القرض نفسه، لكن التأمين على الحياة هو التأمين على حياتك أو حياة زوجتك. وهذا التأمين على الحياة راح يسدد مبلغ الرهن بالكامل في حال لا سمح الله وفاة أحد من عندكم. في الحلقة الجاية راح نتكلم عن السجل واحتساب الجدارة الائتمانية. سنتحدث عن سجل الائتمان والعمل الكريدت ريبورت، وراح نعطيكم كل المعلومات اللي تحتاجوها حتى تقوون الكريدت ريبورت مالكم والكريدت سكور، ونعطيكم افضل النصائح التي سوف تساعدكم على اظهار قدرتكم على تسديد الدين العقاري. معكم علاء يونان وكيلكم العقاري في كندا. تليفوني 416-617-9150 واستشارة مجانية دائما، تليفوني مفتوح للجميع. اسألوني قبل ما تتخذون أي خطوة قادمة، اسألوني، تليفوني مفتوح، إيميلي مفتوح للجميع وأجاوب الناس دائما. تحياتي لكم، وإذا عجبتكم هاي الحلقة الرجاء من الجميع الضغط على مشاركة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم الفيديو القادم، كلش مهم.